السلام عليكم. اليوم نروح لولاية جلفة لنقف على الأشغال نتاع المستشفى مكافحة السرطان في هذه المدينة، واللي حسب الصور هذه الرائعة تظهر أن الأشغال انتهت يعني بالتقريب كلية، مازال باقية إلا عملية تاع التجهيز. أتمنى إن شاء الله كل ما يعني المستشفيات مكافحة السرطان اللي راهي قيد الإنشاء واللي راهي مبرمجة في الولايات الأخرى يتم يعني الانتهاء فيها، وخاصة بالنسبة للولايات الفاتية. أترككم تتابعون، السلام عليكم. Thank you.